مرحبا بكم في فقرة لاتينوس باي بروموسبور. القصاص عدد 291 تاع آخر الأسبوع باش تلقاو 5 طراح من البرازيليرا. بصفة استثنائية باش يتم تباع جرذاذة الشبكة عبر لترمينو، وذلك بسبب تحجير التنقل بين الولايات. الترحلول باش يجمع غريميو بأمريكا مينيرو. منذ بداية القرن 21 أمريكا مينيرو ما فازش على غريميو. غريميو ومنذ قدوم لويس فيليبي سكولاري أموره تحسنت بالكدا. الأسبوع اللي فات تعادل مع انترناسيونال في وسط الجمعة، ربح في الكوبا سود أمريكانا وتمكن من تحقيق أول فوز في البرازيليرو البارح ضد فلومينينس وطلع للمرتبة 19، ومن المتوقع باش يفوز في الماتش هذا. أمريكا عمل سلسلة متاع زوز هزائم ورا بعض وما سجلش أهداف فيهم، مرتبته 16 بتسعة نقاط في 11 لقاء. الطرح الثاني باش يجمع بالميراس بفلومينينس. في الخمس مواجهات الأخيرة بيناتهم بالميراس فاز في 3 مناسبات مقابل فوز للفلومينينسي وتعادل وحيد. بالميراس يواصل سلسلة النتائج الإيجابية، 7 انتصارات ورا بعضهم وما قبلش أهداف في زوز مباريات الأخيرة. متصدر البطولة ب 28 نقطة وعنده أقوى خط هجوم ب 24 هدف. فلومينينسي وبعد سلسلة متاع 3 أطراح من غير هزيمة خسر البارح ضد غريميو، مرتبته 9 ب 17 نقطة، ومن المتوقع أن يكون الفوز من نصيب بالميراس في الطرح هذا. الطرح الثالث باش يكون قمة الجولة 13 واللي باش يجمع فورتاليزا ببراغنتينا. الزوز جمعيات عندهم 24 نقطة ورا بعضهم في الترتيب. فورتاليزا ما خسرش في بلاده هذا الموسم وعنده أقوى خط دفاع بقبوله 9 أهداف فقط في 12 جولة، وعنده سلسلة متاع 3 انتصارات متتالية وموجود في المرتبة الثالثة. براغنتينو مازال ما خسرش سنة، عنده 6 تعادلات و6 انتصارات، مرتبته الرابع، مسجل 24 هدف وقابل 15. الطرح الرابع باش يجمع أتلتيكو مينيرو بباهية. مينيرو ما فازش على باهية من سنة 2018. مينيرو عنده سلسلة متاع 5 انتصارات متتالية في البرازيليرو، موجود في المرتبة الثانية ب 25 نقطة، مسجل 16 هدف وقابل 10. باهية عنده زوز هزائم ورا بعض، منهم خماسية من عند فلامينغو البارح، مرتبته الثامنة ب 17 نقطة، وعنده ثاني أسوأ خط دفاع بقبوله 19 هدف في 12 جولة. الطرح الأخير باش يجمع فلامينغو بساو باولو. فلامينغو ما فازش على ساو باولو من عام 2017 في كل المسابقات. فلامينغو يواصل سلسلة الانتصارات، 3 مرات يفوز في 3 جولات الأخيرة، وفاز بخماسية كاملة البارح على باهية، منهم ثلاثية لجابيغول. ومردود الفريق تحسن برشا من اللي رجع إيفيتون ريبيرو، أريس كايتا وجابرييل باربوسا، مرتبته السادس ب 18 نقطة وينقصوا زوز أطراف. ساو باولو بعد ما أموره بدأت تتحسن بزوز انتصارات متتالية خسر نهار السبت ضد فورتاليزا، مرتبته 15 ب 11 نقطة، سجل 8 أهداف وقابل 12. نفكركم اللي آخر أجل باش تصب القصاصة نهار السبت 24 جويلية مع 6:30 على العشاء. هكا نكون وصلنا لنهاية فقرة لاتينوس باي بروموسبور. حظ سعيد للجميع.